بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع سلسلة إحياء سنة التحصين من شر الخلق أجمعين. حيت تيجيو عندي شي وحدين، لا راه تيجيني شي حاجة، ولا راه تنشوف الملام شي حاجة، ولا تيطير ليا النعاس مثلا نعش، ولا راه سميتو وحدة مشى ليها البصر ديالها، واحد تقجو مات قتلوه، وغير ذلك من احداث الكثيره اللي ما تصيب لا راحه ولا يديك ولا يخليك ولا دواء غادي ينفع ولا راديو ولا اوروبا ولا سبيطارات ولا كلينيكات ولا والو، لان هذا الشيء هذا عالم الغيب، وسيد ربي عطاه الصلاحيه لينا حنايا باش غادي يأذينا الا ما كناش محفوظين، الا ما كناش محفوظين. لهذا هذه سلسله باش نحييو هذه السنه اللي كان عليها السلف الصالح على راسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، باش نحصنوا نفوسنا وليداتنا والهليه ديالنا والمتاع ديالنا من شر الخلق اجمعين. وهي مجموعه ديال الادعيه، حصن من الشيطان ووقايه وعلاج من الامراض وتفريج للكروبات وقضاء الحاجات واجر وثواب. اشنو هو اللي غادي يكون عندنا بالنسبه لهذا الدعاء ديال الاخر ديال سوره البقره؟ الاخر ديال سورة البقرة نذكروه، واش دائما تيذكروه بزاف؟ طلب الله يجازيهم بخير في المناسبات حيت يبغيو يخصموا ويكملوا، وهنايا نطلبوا الله عز وجل باش يرفع المكانة ديالهم في قلوب ديال البشر المغاربة وسميتو اللي تيهينوهم ويعطي شي جوج دريال ولا شي حاجة، وبالنسبة للمغنين يعطيو الملايين. تيختموا بقول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات من 284 حتى 286 جاء في حديث صحيح على شرط البخاري وما خرجوش البخاري ومسلم، ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين والدارمي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء. كنز، هذا كنز عطانا سيد ربي، هذا الكنز هذا ما نضيعوش ما نغفلوش عليه، نقراو بعد صلاة الصبح ونقراو بعد صلاة العصر باش يحفظنا النهار كله ويحفظنا الليل كله حتى النهار كذلك. فلهذا هنا اشنو الا مشينا قرينا هذا شنو الثواب ديالها؟ قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: وتعلموها الجوج ايات هذه اللي هي لله ما في السماوات والارض حتى الاخر، تعلموها وماشي غير تعلموها انتم، وعلموها لعيالاتكم، راه تتعتبر صلاه وتتعتبر قران وتتعتبر دعاء. فلهذا خصنا نقولوا سمعنا واطعنا، الفائده ديالنا حنايا عاد الثواب ديال قراءه القران اللي تينالو الانسان. الله يوفقنا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمه الله.